يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عرفنا أن دعوة المظلوم مستجابة، فهل يستجاب له إذا ظلم ودعا لنفسه وأهله بالخير، علما بأنه استغل ظلمه من غيره بدعائه لنفسه وأهله بالخير فقط؟ إذا دعا على الظالم تقبل، إذا دعا على الظالم، هذا هو المقصود، من باب القصاص، من باب القصاص والعدل، فإذا دعا على الظالم تستجاب دعوته. نعم.